اهلا وسهلا لاخوامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان. او سي حمزه، نتوما كتشوفوا على الفيديو ديال اليوم، عارفه راسي باللي غبرت عليكم ديال بصح اخوتي، ولكن راكم عارفين مع المرض هذاك الشيء علاش. صباح الخير. هذاك الشيء علاش غبرت عليكم. السموحات سموحات سموحات اللي غنقول لكم لهذا الفيديو، الله يسمح لنا من الوالدين صراحه الله، هذا ما كان المهم. الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال الي فاميلي، فما عليك الا تهبط الطابو او تضغط على زر ابوني وكذلك تفعل الجرس، وما تنساش دير معاك الكومنت زوين بحالك باش الفيديو اللي جاي يطلعوا بزاف ديال الكومنتات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم بقيتوني دابا فقت في الصباح بكري. المهم رشقات ليا خوتي باش نمشي نفطر على برا، باش نمشي نفطر على برا وصافي. هادشي اللي كاين، داكشي اللي دوزت اليوم في هذا النهار هذا، بغيت نتقدى بزاف ديال الحاجات اللي دوزت زعما في هذا النهار هذا، غادي نبارطاجيه معاكم اخوتي. يلا ليتس جو نفوت الحوايج باش نخرجوا يا خوتي. البنات صافا، لاباس عليكم؟ اموركم حاليه؟ كلشي بخير، كلشي هو هذاك عرفتي. بارطاجيت معكم الفطور وداكشي، كنت صراحه الله مشهيه داك الفطور، قلت فوقاش غنمشي نفطر، تقول ما تنفطرش دارنا. المهم ملي كتشوف شي حاجه راه كنتشهاوها، راكم عارفين، قلت غادي نمشي نفطر، ولكن راه هاتي رديت داكشي كامل من ا تا زد اخوتي. هاتي جاتني الدوخه، صافي رجعت لدارنا نعست. نعست واحد النعسه ديال الله والوالدين، اقسم بالله ما بقيتش عاقله على راسي شنو ندير. عيش. المهم لقيتوني دابا غادي نمشي للصالون، بغيت نصايب اشنو هو، بغيت نصايب السوال لشعري، بغيت نصايب حتى ظفاري وداك الشيء، حيت ولاو حالتهم داغي شي، ولاو تيكبروا ليا دغيا وتيتهرسوا. قلت زعما نعالجهم نصايبهم ندير لهم المانيكير وداك الشيء، واخا ما غنصبغ ما والو، ولكن صافي ما بقاش غيكفاني الوقت. قلت غادي ندير غير السكوان لشعري حيت تعطلت بزاف. شعري هاد الايامات ولا كيطيح بزاف، كيطيح بزاف عرفتي، كنشد بحال هكا ما بقيتش عرفتي. ملي كنمشط انا شعري، انا ايفوت الطحيه زغبط ضرني في خاطري، وقسم بالله البنات تنمشط شعري تي هذا تيطيح ليا بزاف. وهاد الايامات اصلا مع الحماله وهذا والعيا وبزاف ديال الحاجات، ما بقيتش كندير حتى شي حاجه، مرخيه يا خوتي مرخيه ديال بصح. شعري ما كنمشطو على يومين ثلاث ايام، خليه عاد كنجمعو صافي تنخليه والله العظيم. ولكن ملي تنولي تنمشطو تنحيد منه بزاف. قلت من هانيت هاد السيده هادي دايره البرومو، كاينه واحد الخبيره ديال الشعر تشوف لي نيت شعري، وغادي نشوف البرودوي اللي غيجيو لي مع شعري وبزاف ديال الحاجات. المهم نديكم معايا، واليوم غيدوز نهار طويل حيت مازال بغيت نتقدى بزاف ديال الحاجات ونبارطاجيهم معاكم ان شاء الله. دابا هذا من الفوق ما كاينش، هذا دابا كاين هذا تهرس. شداش انايا، شداش راسي، شدني انا. ميوحلي وين نايمه يا الله. حلوه الهي، حلوه انا. ها
مرحبا البنات اللي مهمه خوتي بارطاجيت معاكم فاش مشيت للصالون يا اختي. داكشي غزال ما شاء الله، استقبال كيفاش داير. اهم حاجه اللي بغيت زعما نهضر لكم عليها هي فاش كتمشيو تصايبوا يعني البروتيين ولا شي حاجه عندها علاقه بالشعر، فكتعطيكم هاد الملف هذا راه مكتوبه فيه كادي هير يعني السميه ديال الصالون، وفيه هنايا بزاف ديال لي كيسيون يعني كتعلق بالشعر ديالكم. واش الشعر ديالكم جاف؟ واش كيطيح؟ شنو النوع ديال الصباغه اللي غادي تجي معاه؟ واش كيقدر انه يتعالج ولا لا؟ شنو النوع ديال الشامبوان؟ وشنو هي الحاجه اللي زعما جيتي للصالون باش ديريها؟ المهم هنايا كاينين بزاف ديال الاسئله، هادشي كامل كيتعلق بالشعر ديالكم يا اختي. او عجبني الحال صراحه الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين، حيت كانت 3 ايام اللي كان فيها البرومو ومشيت انا مع النهار الاخراني كان الصالون ما شاء الله اللهم بارك عامر. داكشي علاش كنت بغيت نصايب قلت لكم الطفر، ولكن عارفه راسي ما غاديش يكفيني الوقت. المهم ايوا يا اختي، وخرجت للسوق وخديت بزاف ديال التويشيات بغيت نبارطاجيهم معاكم. المهم البنات قلت لكم اي فوا فاش ساليت فاش دارت لي ديك لاباري على شعري وداكشي، شفت لي الزغبه لقات عندي باللي زعما الطول ديال الشعر مزيان هو هذا، اما من التحت شي داخل فشي عرفتي بحال 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 الشجر شي طايح، بحال هكا فشي كل جاج بحال هكا مكسر حالته حاله. قالت لي ديك اللي كديري هو انك باش كديري ماشي شامبوان يا ربي، باش كديري الديميلو تديري على الطوله ديال الشعر تبقاي تمشطي داكشي، ما خصك ديري خصك تخلي واحد سنتيمات بحال هكا يعني من هنا ديري غير الطوله صافي. هذاك هو الديفو اللي كنديرو حنايا فاش كنمشيو للحمام ولا فاش كندوشو ولا فاش كنديرو شي ماسك كنديروه من الجدر، هادشي اللي كاين. انا اختي اول حاجه غادي نبداو بها شريت هاد جيل نيتوايون ديال الوجه، غادي ندير لاغوش بوزاي. انايا ما فهمتش واش دخل البرد تبدل عندي الجو شي حاجه ما هياش، كنقيس الوجه ديالي تيبان ليا حرش ما هواش، واصلا كنت ديجا كنغسل بهاد لاغوش بوزاي لاغوش بوزاي. اي فوا باش كيسالاو ليا الفلوس كنرجع اختي لنيفيا. ايوا صافي دابا دبرت على مصاري وغادي ناخذو. ايوا مشيت خديت هاد ميكسا بيبي، الا قلت لكم بلي انا ما بقيتش كنحمل نشم الروائح هذا بزاف، جاتني ريحته شويه عرفتي كنقص زعما اللحم ديالي وداك الشيء كنبغي ندهنو، راكم عارفين هاد الايامات ديال البرد ولا تغسل الماء تبغي تدهني يدي. عندي داك الباك ديال الاميرات العرب ما بقيتش كنحمل نديرو والله الا عرفتي، باقي لا هو لا جيل دوش الكريم سبراي ديال الشعر ما بقيتش كنحمل نديرو، هذا جاتني ريحته شويه كتهضم صافي. وخديت هذا البنات كنت بغيت ناخذ هذاك ديال هذاك ديال بازلين داك القهوي، ولكن صافي ما بقيتش خديته. ايوا صافي غادي نبارطاجي معكم هنايا شنو الحويجات اللي خديت. ايوا المهم وشريت حتى هادو، المهم عجبوني وانا ناخذهم ما عرفتش علاش شريته. هادو خديتهم ب 30 درهم ما عرفت علاش شريتهم وصافي. المهم شريتهم يبقاو عندي حطيات وصافي شي نهار غادي نستعملهم هادشي اللي كاين. المهم اختي غنبارطاجي معك اول حاجه، هذه ديال مريم ماشي ديالي وما عرفت علاش شاريه بحالي. شاريه بحالي يا اختي، ولكن ماشي بحالي في اللون. ها نتوما هادو تيكونوا سخاخنين ديال البنات زوينين، هادو راه ديال الدار تخرجي بها بحال امك ركابي ما كاينش تعرف فقر. لا ما كاينش باش كتجي شويه ما هياش شويه مزيره اخوتي. المهم فيها الفوقاني ديالها وتمشي مع السروال ديالها، فراسكم والله الا دايرين ليهم ثمن مناسب البنات، الفوق 30 درهم والسروال 30 درهم. ها نتوما شوفوا ونفس لي طاي ستوندار وطاي ستوندار. ها نتوما هي خدات في هذا الكري وانايا خديت في البيج، واخا ما تيعجبني صراحه الله البيج انا، ولكن ما عرفتش علاش ما عرفتش شنو جاني عليه. ها نتوما خديت انا في البيج وسخونين، قلنا زعما نبدلو في بيهم وصافي دوزو وقتهم وصافي. عرفتي دابا هاد الحوايج ديال السميت تيجوني بحال الحوايج ديال جو طابل البسولوع. طيب بحال البسولوع عندي اختي عندي، ولكن انا عندي واحد اللعيبه شوفي، انا عندي اللور زعما طويل ولهنايا قصير شي بنادم حدو قدو عندها هي حدو قدو. ايوا هادو دابا 600 612 100 هنايا كاينه 2400 اختي 2400 حسب ليك. ايوا وخديت هاد البيجامه هادي ما عرفتش علاش ضرباتني على الشعه، صح خديتها 50 درهم 50 درهم 70 درهم 70 درهم لا غلا على مسكين 70 درهم البنات، واللي شافها يقول راه شاريها ب 180 درهم. ها نتوما المهم دابا انا نخبيها من هنا للصيف الجاي. زوينه زوينه ولا غادي تشوفوني لابسه معاها كل مونطي لبس معاها كل تخاز عيد بارده. المهم عجباتني وصافي وانا ناخذها انا باش تيكونوا زعما شي ديال البرومو وهاد الهوتات بحال بهذا المعنى هاد الهوتات هادو تنبغي نشريهم. ها انتم كاينه هادي ايوا يا اختي، وكاين السروال ديالها
السروال ديالها عرايت حتى هو داكشي ناري خاصو عاد شي بانطوبه شي بيت الناس يكون فيه الفورور داكشي ديال الفطور عندي بيت خيط على الوقت انت اختي شوفي لي السروال شوفي لي السروال كي داير داكشي عاوتاني عميق دابا الناس كاع عارفين شحال كنلبس كنلبس هو اكس ال اللي بغى يجيب لي شي حاجه كنلبس دوبل اكس ال انا كنلبس لارج انا قلت لكم والله هادو خدينا خديتهم عند واحد مول البيجامات كاين في السلام دار زعما البرومو داكشي صافي عجبتني وانا ناخذها ايوا صافي وخديت واحد اخر ايوا يا اختي وخديت هادي غير هادي طروا بياس هادي سخونه واحد شويه خديت دفا يا اختي خديت على صغير شحال دابا انا ما شريت البيجامه دابا هي ولا دابا زعما فاش كنخرج زعما للشارع ماشي شحال زعما شحال بحال شحال هادي ناخذ لي بخودوين ناخذ مكياج ناخذ هادي تمشي للموعد جمال تخرجك شي مزيان اي شي كسرونه شي جبكه بحال بحال البرومو شي جبيه بشي مصيبه كاحله صافي والله نبقى غاده ونبغي يجي هادي خاصني يعني ما نعرفش حتى بابا تشري هنا تبرع ولا ليالي كولو قبطي ايوا هادي يا اختي هادي طروا بياس عجباتني صراحه انا ماكرهتش يكون بينوار طويل حيت انا من دارنا جبت داك البينوار البيضه تشوفوني ديما كنصور لكم بها ها انت تشوفيها مع المشاهدين هادي يا اختي هادي عجباتني هادي قولوا لي قولوا لي زعما كيفاش جاتكم هذه خديتها ب 3400 والله ما نكذب عليكم قال لي 4000 ريال انا ناخذ 3400 قلت له طوب باك صاحبي قال لي صافي يلا باش توليك ليا ضروري تشطي انت يا اختي انت شوفي ويلي 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 بينوار نعمل لا داك الشيء انا سي جبنا البلو ماري انت اختي وي 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 داك الشيء ماوي شبا الضوا في الكحل لا لا عندي بنطوفه فيها الكري فيها الكري صافي مع الكري اصلا تتماشى مع البلو مارين علاش حنايا البنطوفه في الكحل تكحلي علينا يلا زيان عندنا الوقت كحلي عليه ايوا المهم ايوا وهاد الثوم ويلي لا 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 داخل مصراب داكشي داكشي مهيب اختي هاي 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 الكلاس هاي كيري ميني غير هادي دابا داك التحسانيات تيجي شويه زعما مجموعه انا ما تيعجبنيش صراحه الله داك شي حاجه تكون مجموعه فهمتوا تراكس زوين شوفوا غنشري لها شي زيت في الكري ان شاء الله بحول الله الا بقاو عندي الريالات البيض البيض ماشي كري لا زعما كري تيجي مع البلو مارين يفتحوا ماشي البيض انا غدا ايوا انت يا ستري قولي لها هادي خديتها ب 3400 يا اختي الغلا على مسكين والبينوار ديالها لا ان شاء الله غنخلي لك غير البينوار والبينوار ديالها سخون فهمتوا حيت انا من الدار جبت معايا غير ديك البيضه البينوار ديالها دابا خصني ليه طرو ديال الجافيل ديال اطشي ما فهمتش انا البينوار عندي تيولي كحل ايوا هادشي اللي كاين شنو خديت اخر صافي هادشي هو اللي خديت شنو بغيت نقول لكم ايوا يا غزالات ديالي المهم حتى هنا يكون حتى الفيديو ديال اليوم بطبيعه الحال الا عجبكم ما تنساوش ديروا لينا داك لايك وسبسكرايب وكذلك تفعلوا الجرس وبزوات كبار ليكم تهلاو ليا فراسكم وصافي ما بقاش نغبر عليكم السلام عليكم.